اليوم ما عندناش الماء، رانا ولينا في مشكلة الماء هذا نكونسوميو فيه بالكونت غوت، يعني بالقطرة، مع أولادنا مع زوجاتنا مع عائلاتنا. صبرنا كثير، وصلنا لكل السلطات، وصلنا للمعنيين، كاين اللي استقبلونا كاين اللي ما استقبلوناش. قمنا بكل المراسلات ولكن ما كانش استجابة، بالتالي اضطرنا للوقفة هذه في الظروف الجوية الصعبة هذه. طلبوا منكم استجابة سريعة ومستعجلة، يعني السكان راهم يعانيو، عندنا أكثر من 20 يوم الناس بدون ماء، يعني ما كانش الماء. القطاعات متكررة في الماء، داروا لنا حل ترقيعي تاع لاباشا وهذه الخزان باه يطلع لنا الماء، فينا الماء أشاك فوا عندنا مشكل أشاك فوا نحبسوا، درك عندنا 20 يوم بالتمام ما جاتناش قطرة ماء للدار، يعني نطلبوا من السلطات يتخذوا يديروا لنا حل جذري لهذه القضية. إشكال ماهوش في نقص المياه ولا، هو الإشكال في هذا المنشأة هذه تسمى لي بومب هذو اللي داروا. حنا سما بغي باش نفضوا الاشكال هذا ونوحطوا المواطن سما في راحه، خاطرش ما المواطن واش يمو يمو وين ما يلحق لدارو ماشي. دوك مع المدير السكن يجي نديروا معاه ان بي في باساسيون، يفوت لنا هذا لاباش وهذا البومباج، نعودوا نسيروا حنا والمواطن يتقرب منا حنا في اي وقت نحللوا الاشكال تاعو.